احنا ما سقعناهاش كتير في التلاجة، سقعناها يا دوبك بس حوالي 3 ساعات. شايفين؟ شايفين الروعة؟ كيكة غرقانة بالكريمة وصوص الشوكولاتة. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده كيكه بالكريمه وبصوص الشوكولاته هتعجبكم قوي. هي كيكه شوكولاته، الناس اللي بتحب الشوكولاته هتعجبهم قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحتاج 1.5 كوباية دقيق، عليهم 3 معالق كبار كاكاو خام، ومعلقه كبيره كيك شيف، ونخلوهم كذا مره عشان الكيكه تبقى هشه وما يبقاش فيها اي تكتلات او اي حاجه مكلكعه. انا الخطوه دي عملتها، يعني هو الطبق ده دول كده منخلين فيه. لبن 3 بيضات، 1.25 كوباية زيت، 1 كوباية سكر، معلقه صغيره فانيليا. بصوا اللي انا قلتهم لكم دول دلوقتي كده عشان ما تتلخبطوش، دي مقادير الكيكه. مقادير الكيكه اللي هي الدقيق والكاكاو الخام والكيك شيف واللبن والبيض والزيت والسكر والفانيليا، دي كده مقادير الكيكه لوحدها. دي كده مقادير كريمه. 0.5 كوباية ميه، 2 كبار كاكاو خام، 1 كوباية كريم شانتيه باودر، 1 كوباية لبن متلجه، متلجه يكون فيها تلج. الاربعه دول كده مقادير الكريمه، دي بقى مقادير صوص الشوكولاته. و0.5 كوباية اللبن دي لتشريب الكيكه اول ما تطلع من الفرن. مقادير صوص الشوكولاته بقى 0.5 كوباية لبن، 0.5 كوباية سكر، 0.5 كوباية زيت، 0.5 كوباية كاكاو خام. ويفضل في الوصفه دي نستعمل كاكاو خام اسباني، لان الوصفه دي فيها كاكاو كتير، فيها كاكاو في الكيكه وفي الكريمه وفي الشوكولاته، فانا افضل تستعملوا فيها الكاكاو الاسباني. بصوا مقادير صوص الشوكولاته ما تتوهش خالص، 4 تنصاص، نص 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 نص. جبنا بولة كبيرة عشان نخلط فيها، نضيف البيض أول حاجة، وطالما قلنا بيض في الحلويات يبقى لازم فانيليا، خلاص انتوا حفظتوا. ونضيف السكر، نضربهم بقى الأول لوحدهم شوية قبل ما نضيف اللبن والزيت. اللي احنا شغالين فيه ده اللي فيه بيض ده مقادير الكيكة. خلطناهم لحد ما السكر داب ولونه بقى كريمي كده شوية، نضيف بقى دلوقتي اللبن والزيت. خلاص كده احنا الاول ضربنا البيض والسكر والفانيليا لوحدهم، بعدين ضفنا الزيت واللبن، يعني مجموع الضرب اللي اتضربه كله بالمضرب حوالي 7 دقايق. نضيف بقى الكاكاو بالتدريج على 4 مرات عشان مش عايزه البيض اللي انا كنت بضربه يهبط. في اي كيكه كده اي دقيق بيتضاف يتضاف على كذا مره، ما يتضافش دفعه واحده كده عشان البيض ما يهبطش. كل ما يختفي اضيف الجزء التاني. نضيف برضو بقيه الدقيق. خلاص كده الخليط اختلط تماما بالمضرب، بس لازم برضو بالمعلقه كده اجيب الخليط كده من الحروف ومن الجناب عشان اتاكد ان مفيش فيه اي تكتلات او اي حاجه لازقه ما اتخلطتش. بصوا من تحت لفوق عشان الهواء ما يطلعش. نجيب بقى صينيه مربعه نحط فيها بس نقطتين زيت او زبده اللي يعجبكم، اي صينيه مش شرط بايركس. كاكاو طبعا رشينا كاكاو مش دقيق، لان دي كيكه شوكولاته فبطلناها يا اما زيت وكاكاو يا اما زبده وكاكاو. نفضي بقى خليط الكيك. نخبطها خبطتين كده عشان نطلع الهواء ونسوي السطح. وندخلها بقى الفرن على 170. بصوا هي ارتفاعها دلوقتي مش كبير، بس هي اول ما تستوي هتنفش. لازم اي كيكة بتعملوها تبقى الصينية اكبر شوية، تعملوا حساب السوا، لان هي ما بتتحط بتبقى قليلة، ولما بتستوي بتزيد. خلاص كده الكيكة طلعناها من الفرن، قعدت بالظبط على 170 نص ساعة. أول ما تطلع بقى وهي سخنة كده نجيب خل كده أو توسبيك ونخرمها عشان تشرب اللبن اللي هنسقيها بيه. في المقادير كان فيه لوحده كده 0.5 كوباية لبن ساقع، دي اللي قلتلكوا هنسقي بيها الكيكة أول ما تطلع، هي دي. خلاص خرمناها كده كويس، نضيف بس اللبن هنا عشان يبقى سهل عليا وأنا بسقيها. بصوا بمعلقة كده، ما تدلقوش الكمية كلها كده، دفعة واحدة. الكيكة سخنة وكوباية اللبن ساقعة. نسيبها بقى على جنب حوالي من ربع لتلت ساعة لحد ما تتشرب خالص وتبرد خالص. خلاص كده احنا سيبنا الكيكة تبرد، نحضر بقى مقادير الكريمة بتاعتها. 1 كوباية لبن متلجة، 1 كوباية كريم شانتيه. ده كريم شانتيه مش خام، كريم شانتيه اللي هو في السوبر ماركت اللي هو الأكياس لأن عليه سكر. نضربهم بقى بالمضرب الكهرباء على اعلى سرعه. بصوا احنا ضربنا الكريم شانتيه شويه بس مش قوي، لسه هنكمل خفق فيه. نضيف بقى دلوقتي ميه على الكاكاو وندوبهم قبل ما نضيفهم على الكريم شانتيه.
نكمل بقى خفق فيه. خلاص ده كده بقى شكله كامل كريمة بعد ما ضربناها. نحطها بقى في الفريزر تسقع حوالي ربع ساعة على بال الكيكة ما تبرد، يعني المفروض الكيكة تبقى باردة والكريمة دي برضو تبقى ساعة. خلاص كده الكيكة اتشربت اللبن خالص وبردت خالص، ابتدي بقى دلوقتي احط عليها الكريمة. حطينا عليها الكريمة بقى نفردها كده. خلاص كده احنا حطينا عليها الكريمه، نحطها بقى في الفريزر تسقع حوالي من ربع لثلث ساعه. مش عايزه احط صوص الشوكولاته اللي هو اللي فوق الوش ده، لو دي يعني تكون الى حد ما متجمده. نص ساعه، حطها نص ساعه في الفريزر. نضيف بقى هنا محتويات الصوص، اللبن والسكر والكاكاو الخام والزيت، نقلبهم بقى كده كلهم على البارد. صوص شوكولاته ولا اروع، وبالكاكاو الخام كمان ما حطيناهوش اي شوكولاته. صوص غني ولونه لامع وطعمه كمان تحفة. اول ما نتأكد كده ان الخليط ده خالص ما بقاش فيه اي تكتلات ناخده على النار. ناخده على النار ما فيش، يعني يا دوبك دقيقة دقيقة ونص مش اكتر من كده. هو على النار برضو عمالة بقلب فيه بالمضرب، ما ينفعش يتساب. خلاص كده انا قعدتها حوالي دقيقة على النار، اشيلها بقى واطفي. صوص الشوكولاتة خلص معانا ودي لسه مخرجينها من الفريزر مجمدة. ما ينفعش الصوص او الجناش ده يتصب كده وهي باردة أبدا، يعني هو لازم يتصب عليها وهي ساقعة.